ما نقدر نقول اسمه جورج من ايدينه ما نقدر نسح له ابو سمره وانا اسمي سوريا بنت اخوي اسمها دعاء يعني هذول الشباب اللي حوالينا كلها مثل اخوتنا كلهم غطوا علينا نحن مسيحيين ما حدا غريب يعرف نحن مسيحيين لانه بقصونا باشر بيعملونا على السريع ما لهون ما في ايه الحمد لله هو لانه ما في هون حجي لعندكم حرموني من اهلي 4 سنين صار لي 4 سنين مش شايفه امي وابوي غامرت قلت بدي اجي لعندكم لو بدي اتكلف حياتي تيجي طيران يخطف الشعب نحن ولدنا كل هالمجموعه اليوم ولدت من جديد نحن هلا شلون شفتينا رفقات البنات هن قاتلوا بنات وقاتلوا الله يحميهم والله لو عمري اصغر من هيك لانتسب معكم انا لو عمري اصغر من هيك بس ما خرج بس كمان في اللي مثل ما بقولوا شغلاتي كان كل مصاب كنت انا اداويه يعني طلعنا باعجوبه باعجوبه الحمد لله الله كتب لنا عمر وقولوا ما فضلكم وتستقبلونا نحن ميتين